بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه طلعة ثانية بطلعها، لكن هذه الطلعة المرة بروح الخيران. كنت متواعد أنا وصاحبي بسعود قبل كم يوم يعني على الماية اللي اليوم اللي نطلع حق الخيران، ولكن حظنا الحقيقة أن اليومين هذه ردت الرطوبة شوية في قوة وشوي حارة، لكن مو مثل الأول يعني ممكن نتحملها، لكن قلنا بنروح إن قدرنا نتحمل كملنا، ما قدرنا المهم تمشينا ورحنا بكينا، والله يسهل أمرنا والحين متوكلين على الله إن شاء الله. طالع ان شاء الله تلاقى على خير ان شاء الله. تبي شيء شغله شيء بالك؟ اقول تبي شيء شغله بالك؟ معاي بوكي ترى. ان شاء الله على خير تلاقى ان شاء الله. يلا مع السلامه. سوالف هذه سامعها من رواة يعني من اليوتيوب ومن هذه قصص حلوة، ممكن بعضكم سمعها بعضكم ما سمعها، وهي عن الذيابة يعني، وتتكلم بالذات هذه القصة عن ذكاء الذيابة. القصة هذه قديمة أيام يعني طبعا بالبر بالبدو، والبر قبل كيهم أيام قحط يعني ما تنزل الأمطار، ويصير عندهم جوع ومجاعة لأن عيشتهم على يعني الغنم وعلى البعارين وعلى الرعي، وطبعا هذا مرتبط كله بالأمطار يعني، وإذا المطر وقف عليهم سنة سنتين
يعني ما عاد يطلع عيش بجبت الأشجار، يعني يصير في جوع وتهلك بعض الغنم، تهلك بعض يصير عندهم مجاعة شوي، نفس ما يحصل شلون في الصومال وفي مناطق أفريقيا يحصل كان بالجزيرة العربية. وهذا واحد يعني رجال على قده، غير عنده عيال وحاشه الجوع، ما عنده شيء. فقال لازم اروح اشوف لي شيء. والناس قبل تضطر من الجوع، الناس اللي ما عندها شيء تروح تسرق، لكن مو تسرق مهنه، تسرق تسد الجوع. هذا شيء معروف في الباديه، يروح بالليل يدور لعرب مضطرفين، يلقى له معزه صخره شيء طلي يخطفه ونحاش، حتى ساعات توصل يخطف العشه مال يسمونه حيشل. فراح بيدور لها شغله، ومشى مشى له مسافه، يعني لما شاف العرب شاف في رعيان، حوالي العرب عندهم غنم ورعيان يرعون هالغنم، قال خلاص ماكو اللي اتحين الفرصه اخطب لي اللي طلي ولا اي شيء يوكلني يوكل عيالي. وكان الشيء هذا الوقت على العصر، فانا طريبي على المغرب شوي حتى انه يقدر يعني ياخذ ما حد يشوفه ولا شيء، ويتطرف منك يتحين الفرصه يمكن غنم تشن غنم طلي شيء. وقعد لعند هذيك الشجره وقعد يطالع وينطر الفرصه المناسبه. وهو قاعد وتجيه وحشه استاحش حس ان حواليه شيء. يوم التفت ولا جنبه ذيب رابض جنبه، او يخاف من هالذيب ما ادري ايش يسوي. يقول تقدم شوي عنه ولا الذيب يزحف معه. يقول انا هني ما قدرت اتصرف، قعدت مكاني جمد. يقول يوم جاء بعد شوي ولا يجي ذيب اكبر منه ويربط جنبه. يقول وقعد انا جنب الذيابه ما ادري ايش اسوي، لو تذبحني ما فيني قطره دم من الخوف والرعب، ماني قادر اسوي اي شيء ولا معاه حتى اي شيء دافع فيه عن نفسه. يقول قاعد تمر لله ما ادري ايش بيصير لي. يقول يوم على المغرب يوم الذيب الكبير طالع الذيب الصغير وعشر له مثل اللي يعني طلع له صوت نبحه او شغله خفيفه هالشكل، سبحان الله كأنه يقول له إشارة. يوم قال له الشكل يفز هذا الذيب الصغير ويروح يركض للغنم. يوم ركض الغنم وتقعد الكلاب تنبح والرعيان يصيحون ذيب 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 جانا الذيب جانا الذيب، هم يتصايحون والكلاب تنابح، ويقعد الذيب راكض وهم وراه الذيب الذيب ويطالع، وهذا الكبير قاعد جنبه متحرك. لين شاف صوت الكلاب الله يكرمكم والرعيان أبعدوا، هم يطاردون الذيب هني يوم أبعدوا ويفز الذيب الكبير ويركض للغنم، لأنه الحين ما عاد عنده لا كلاب ولا رعيان، ويخطف هذاك الطلي ويقطع على ظهره ويجي يركض. وهذا الرجال يطالع فيه ويمر من عنده ويروح. يقول لهم جاي بعد شوي ولا الذيب هذاك لاب وجاي ورا صاحبه يلحقه. تطلع هذه مثل الخطة مسوينها، الذيب الصغير يلهي الرعيان والكلاب كرامة حتى ان الكبير يخطف والطلي الحاشمي. لكن العجبة ان شلون جو قعدوا عنده، الظاهر انهم
يعني عرفوا ان هذا يعني جاي يبي يسرق ويمكن يبون يساعدونه. يلا خذ نصيبك. بس يقول انا الحكف هذه، قال انا ابي سلامتي، لا ابي طلي ولا ابي اسخاله ولا ابي اي شيء، الحين ابي بس عمري. يقول ويشيل عمره ويجيك يركض يدور السلامه عند بيته. انا هذه من السوالف اللي سمعتها. السالفه الثانيه سالفه الذئب، هذه بعد صايره يعني قديمه في العرب اللي بالبر. هذا رجال عنده عيال وعنده ابن ترعونها، وعنده عيال، عنده اصغر ولد عنده عمره 10 سنين، كان اللي اكبر منه واللي يشرح بالبعاري. الكبير جنة استمرض او شيء، فقال الشايب للولد الصغير اليوم انت راح تشرح بالبعاري، دير بالك عليها ولا تجيب سيارة ترجع. قال ان شاء الله يبقى، وخذ البعارين وراح في شعيب هناك، وقامت البعارين تجرح هو يعني معاها. يوم جاء حول الظهر الولد تعب، حس انه شوي بينام في نوم، فكان عليهم كان برد ومطر، مطر وبرد عين شديد. يوم طالع وفي عنده هذاك الكهف الصغير، كهف في الظلع في مثل الكهف، هو يروح حق الكهف هذا قلبه يريح ينام له شوي يغط ويقوم. مع البرد والتعب والنومة هي النومة، ولا حس إلا بالليل يوم فز ولا بالليل، وتمطر وبرد ويخاف، عمره 10 سنين قاعد مكانه خايف يطلع. يوم جاء شوي ولا يشوف الذيب اللي عنده عند فتحة الكهف رايح جاي، شام ريحة الولد. يوم شمه ويقعد يقنب يعوي للذئاب انه ترى تعالوا في بريسة، ويدش. يوم دش الولد تجمد مكانه خلاص، بعد ذيب داش عليه في كهف. سبحان الله ما ادري ايش اللي امر هالولد هذا الصغير، معاه تمر وما كل التمر، نام ما كلاه، فقام ياخذ من التمر ويقط للذيب، ولا قط للذيب كلا الذيب، ولا كلا قط الثانية وقط الثالثة لين أكل. شوي ولا ذيبين جايين على العوام يبدشون الحين على الولد. الولد خلاص تجمد مكان من الرعب وانطرم، تجمد من الخوف ما يدري شو يسوي، خلص ينطر بس ياكلونه. سبحان الله هو يقوم الذيب هذا ويوقف بوجه الذيبين ويقعد يدافع عن الولد، ما يجونه ويطردهم، كل ما قربوا طردهم ويطردهم ويطردهم ويقعد معاه ويربط ويقعد عنده. هذا ما أقدر ينام، الولد خلاص متجمد وانطرم وساكت، والذيب قدامه رابط يحرسه إلين طلع النور. من طلع النور وراحت الذئاب هذيك، هو يسل وراهم ويروح. سبحان الله شلون سخر يدافع عنه. شوف سبحان الله، هذا من الوفاء. وفعلا نسمع قصص عن
الذيابه فيها وفاء ما تنسى من يعني يعطيها اكل ولا ينقذها ولا هذا ما تنسى، مو مثل بعض الناس ليش تسوي ما تسوي ما يبين بعينه. المهم الولد قاعد مكانه متجمد، يوم جاء الضحى ولا يسمع وخايف يطلع، خاف يقول تجين ذيابة تاكل، ولا يسمع صوت اخوانه يصيتون ينادونه يا فلان يا فلان يا فلان، يوم قربوا قربوا يجون 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 عند الكهف يشوفونه لا هذا هو جامد ولا يتكلم مخترع ساكت، بسم الله عليك بسم الله عليك، ويلفون على عبات ويشيلونه يودونه ويودونه ويحطونه عند النار. يبونا شو السالفة ساكت ما يتكلم من الصدمة والرعب اللي جاء ولا تكلم، خلوه عطوه أكل وأكل شوي كذا ما تكلم إلا ثاني يوم. ثاني يوم علمهم قالوا السالفة وشكل فسبحان الله هذه من القصص العجيبة، يعني الحياة فيها فيها قصص فيها عبر الواحد يعني ياخذ منها. هذه من السوالف اللي سمعتها، ان شاء الله سالفت منها في الطريق كمل طريقها ان شاء الله. السوالف الطريفة عن الذيابة هذه صارت في الدوحة، شاليهات الدوحة كانت أيام الحرب الإيرانية العراقية، كانت بعض الذيابة من الحرب تدش الكويت، ووصل هذا الذيب شاليهات الدوحة ويجي له شاليه، الشاليه في هندي وعندهم الله يكرمكم كلب حاطينه حراسه، حراسه حق الشاليه، ما درى الهندي ولا الذيب داش عليه هند في قلبه يروح يركض حق القفص حاط فيه الكلب مع الحراسه ويفك القفص علشان يطلع للذيب، ينفك القفص وينحاش الكلب ويخلي الشالة ويخلي الهند وينحاش من الذيب ويحبه. هذه يعني سالفة اللي سمعتها صارت في الدوحة، أمحق حراسة وأمحق كرام الله يكرمك. قربنا حقيقة لازم النسيان، أنا أنسى لازم انسى شيء، انا جاي معاي اكلي، جاي معاي بيتزا، شلت كل شيء ونسيت البيتزا. انا عندي شغلات ثانيه خفيفه بس سبحان الله مع هذا الجهد وهذا الجوع فقعدت ادور، انا خابر دكاكين هني اشوى، لقيت لي دكان هني جيت باخذ من نقد على الاقل كرواسون شيء، والقى كرواسون منتهي ورد له قلت عطني بسكوت اي شيء، والله حصلت لي بسكوت، عاد بسكوت اللي انا احبه اللي دايم اكله اللي هو هذا، قلت نعمه هذا يهدي الغرض. المهم الواحد ياكل عشان تصير طاقه والحمد لله. هذا الحين مكاننا وصلناه، وان شاء الله ننتظر صاحبنا بسعود يجي ان شاء الله ونقعد الليلة نستانس، والله يعيننا على الرطوبة شكلها شوي زايدة، الله كريم إن شاء الله. بسم الله
هذا المكان مو ذاك الصيد الصيد، لكن يعني صيده نادر، ولكن قعدته حلوة، بحر قريب، ما تتعب، سيارتك عندك، مثل لما أجيب الكرفان أرتاح إن شاء الله يكون حظنا زين الليلة. أهم شيء قاعدة مع أبو سعود سوالف ونعيش أجواء البحرية. الله يسهل إن شاء الله نروح مكاننا المعتاد. وكان فيه نير على الكبرة، كان قاعد هني تذكرونه، واحد جزاه الله خير من المتابعين يعني شوي تدخل خلاه يشيل كبرته، ما الحين صفى المكان والله الحمد. هذا المكان إن شاء الله احنا متعودين نقعد فيه، وما نقول إلا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يلا توكلنا على الله. ايش في هذا؟ علق الجير. اي والله علق. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله هذه سالفة علق. بسم الله الرحمن الرحيم. صار لي موقف أربكني الحقيقة شوي، جيت أبي أسكر السيارة وأبي أرد الجير مو راضي، أرد بل شيء ماكو فايدة، سكرت السيارة يمكن مو راضي، أرد أشغلها مو راضية تشتغل، قلت لا بالله قاعدنا اليوم وانتبه ولا أنا طاق الدقمة هذه كان هالشكل طاق هالشكل كذي وقف هالشكل، الحين رد خطأ الحمد لله. نزل أغراضنا حط سنانيرنا. الأجواء رطبة لكن في هواء و يعني مو حر، هذا أهم شيء، لو كان في رطوبة لكن لا يكون في حر يغمد. الحمد لله الأمور زينة. جهز بسم الله. لازم مع ان مقشرينها لكن لازم نغسل عن الملح. نحط ميادير نجددهم. بسم الله يا حي الله ابو سعود. تأخرت؟ أقول تأخرت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لا والله يا أخي ما تأخرت. تأخروني. شلونك؟ أبد والله. حماتك وتحبك. يعطيك العافية. ذهبت أغراضي طلعت. من اللي واقف ورا الكرفان؟ أبو سعود بلش. جهز سنانيرة. الله يوفقنا جميعا إن شاء الله.
الله يوفقنا جميعا. ابو سعود بلش جهز سرانيره، الله يوفقنا جميعا ان شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. إلى الآن يعني خير كثير جبانتين ما بين شيء. والحقيقة الهواء متعب. وقف الهواء لدرجة احتر جسمي. يعني رطوبة ما في هواء. اضطريت أقعد بالسيارة أبرد جسمي بالمكيف حوالي 10 دقائق ربع ساعة تنخفض حرارة داخلية. الحين تقريبا بعد باقي شوي على وقفة الماية. إن شاء الله أهم شيء يدور الهواء. لما الهواء ما يريح لك تحدك بتعب وثقل. لكن الله كريم. في ملاحظة بس أبي أفيد فيها المبتدئين بالحداك بالذات السنارة. إنك إذا سحبت السنارة على ما تبي تحطين ارفع البلد فوق، يعني خلي المدار يكون مرتفع، لا تخلي خاصة إذا في بقايا ييم خلها مرتفع. ليش؟ أحيانا القطوة إذا كان في قطاوة يثيرها هالشيء هذا، شوفها يتحرك تجي على طول تحطه، تعال فك نفسك وياها. وهذه حصلت معاي في البدايات، كنت أنسى وأخليها ما أشوف السنار يلتفت ولا من عدفة وراء، ولا القطو المسكين طاق المدار ومنحاش يبنحاش بجار السنارة معه. فدائما إذا سحبت السنارة لن تحاسب أن في حواليك قطار شيء، ارفع المدار فوق خله يعني القطو ما يقدر أنه ينهاش فيه لما تجي تحطي تكت قطة. هذه ملحوظة إن شاء الله تستفيدوا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. أجواء الرطوبة والكوس شوي مأثر. إلى الآن ما قاعد نشوف يعني نابر، بس هذه أول مرة تنبر علي الحين، وأبي أسحبها أشوف إذا مو قف قف يعني. هذا بداية الخير. كركفانتين. كركفانتين. ما شاء الله. الله يزيد يبارك. آمين أجمعين. إيه مع رشة الماية. مع الماية. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ول السيطرة. كركفانة زينة، هذه شوي صغيرة. المهم الواحد يصيد يستانس يعني لما يرد خالي، هذا أهم شيء. وإن جانا شيء زايد أحسن الحمد لله. بسم الله.
تاكل الخور على مرور السمك انه يمر راس شو حظك تلقط منه هذا راس قرقفان الله على منه ثنتين الحمد لله حيا الله بسعود الله يحييك هلا والله ابو ناصر يعني احنا قلنا ان بنسوي معاك شوي دردشه ايه انت تبارك يعني حداك قديم ولك خبره قديمه حبيبي ودنا ناخذ يعني شلون بديت شلون يعني السنانير الطراد تعطينا يعني موجز على هالسوالف هذه يعني هي معروفين يعني شباب الكويت وصل اللي بيوتهم على البحر صح احنا من سكان الشعب فمن صغرنا احنا شباب بالبحر يا نسبح يا نقنبر عرف حداق يمكن بالتالي يعني احنا شباب صغار له تسبح ما تسبح لكن بعدين له قمنا الحديق على اذكر يعني يطلع الاول على الخشب ايه بكرات الخشب ما كانت البلاستيك بكرات ايه شعيمات مشوه ما مشوه هالصيد هذا كبرنا عاد بعدين تركنا اللي تزوج اللي قطع واللي فلما تزوجت اذكر كانت بدايه زواجي بلشت مره ثانيه حديق ايه سبحان الله بلشت مع التطور اللي هو السنانير ايه يعني ما شاء الله يعني سنانير ما تاخرت يعني لا إيه تشوف الاجانب شلون يقطونها ما فيها عباله لا تعبك خيوط صح قط واسحب ما فيها ماكينه نسبح فيها قلنا امراد واروح لمحل بالسالميه واطق لي ماكينه ويعلمني عليها شلون تفك وشلون تشبك هو اللي ركبها لي اصلا وقال لي بقيت تحذفها افتح هذه تزي امراد جيت البيت واخذ لي مصران دياي واقول حق ام العيال الساعه عيالي توهم صغار يلا ترى ان شاء الله جاب له نبي نروح راس السالميه اي قاعده وعشاء وبجرب هالسناره يلا والله كنا صج حطه هنا وقعد له بسم الله حط شكيت اليم قلت فيها شيء كذي وش وين راحت؟ ما تدري ولا البلد ورا البلد راح وراي لا حول ولا قوه الا بالله واسحب مره ثانيه زين ما حاشت احد ولا شيء اي والله لا زين ما كحت وقتها واسحب الثانيه هم ما يبتعد الثالثه لا زينه يعني بالبدايه شوي تلعبت فيها اي الثالثه لا زينه بعدين خلاص بلشت وياها تذكر احسن يعني سمكه اول واحده صدتها فيها كان ويبي ما شاء الله اي براس حلوة كان ويبي كان وقتها وخدت عليها خلاص اي ورحت بعدين عقبها له طمعت اخذت الثانيه ايه وكم كان وقتهم يعني الحكي هذا بدايه الثمانينات فاهم جيمه يعني الخاص يعني ايه اخذها معك ماكينته وما اعتقد الوقت كان صيني يعني ترى اول شيء انا اتذكر اغلبها ياباني والماني ودايوا وجاباني كله انا ما كنت يعني شوف سنارتين بمكاينهم وخيوط الاول ميادير الاول اللي ماكو منها اصلا ايه ظلوا عندي الساعة أنا ساكن في الشعب البحري حاط بالتنقية فوق ويوم بنيت غسيمتي قلت حق ولدي بروح أنا بقعد خلاص من بات الليلة هني بالبيت ونقلت الأغراض ولا تنسى الأغراض البكنقية أنا مركز على هذا يعني خيوط الأول مادير الأول ماكو منهم الحين إن شاء الله يبا يابا الأغراض أدور وين يفهلون ما لقينا شيء شو ما لقيت لا والله قال لي احنا انا يبا صعدتهم اي انا صعدتهم الهافلوري ماكو شيء خاف طاح بالطريق قال يبا والله ما ادري الظاهر ما طاح بالطريق اي وراح والله غاسم اي والله عاد اخذت عقبها اخذت سرانير واخذت هذا لين اخذنا طراد بالتدريج هذه اي طراد يطلع علي امريكي 21 قدم عليه ما شاء الله ماكينه 200 يماها ساق طويل
وهم يعني مو ذيك الخبره في البحر. ايه واحنا على اولنا رحنا وين الحشان، ما الحشان، الحشان ذاك كله رق، كم مره طق البروانه. ايه ان شاء الله عرفت هي كبدايه. بعدين لا والله قمنا نروح فوق عوها، روح الستين. وكم مره طق الماكينه ولا طق الجير، جزاهم الله خير خبر السواحل. شنو اخطر شيء مر عليكم داخل في البحر يعني؟ والله وايد بناصر، لكن اللي يطري علي كنا داشين الخميس الفجر، كان مريخ. مريخ اي مريخ اللي بالضباب، كان مريخ. اللي معي قال لي ها ابو سعود نرجع تلحلح الحين متى تطلع الشمس. ايه يروح. ايه يروح. والله نزلنا اضطرنا نمسنا، توكلنا على الله، مشينا رحنا دشينا شوي، لا ابد ما نشوف شيء، ما نشوف شيء، ما نسمع الا اصوات طراريد الصعايده. ايه؟ ونسمع صوتهم ولا تدري منين جاء. اي نسمع صوت الصعايده الصيادين لكن ما نشوف طراريد، نسمع صوت دويه دويه مكاين وصوت امومه يلعلعون بالبحر، لكن احنا ما احنا شايفين، احنا مو شايفين احد يعني نهائيا. ايه؟ امراض قلنا لا خلينا نرجع. الحين شلون ترجع؟ هني صعبه. ايه ما يبين شيء. اخطر شيء، اخطر شيء. اي وكل تمشي ما تدري ايش قدامك. اي طبعا وكل ما لا يزيد المريخ. ف الحمد لله يعني الله لك الحمد. شوي شوي دقة 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 لين وصلنا شويه على السيف، ولا الصعايده اللي المفروض يروحون الدوحه. ايه جايين هني صوبنا القار. شوف مو قادرين يعبرون فوق. قادرين. اي لان مو مبين شيء. البحر فعلا ما له امان. هذا يمكن اصعب شيء مر علي ابو ناصر وقتها. والصيد مو كل مره يعني. بعض الناس يقول لك دشيت البحر ما شاء الله يجيب لنا السمك، ايش دعوه يا فلان؟ تدش بحر وعندك طراد ما تجيب لنا. مو شرط، مو شرط. لا والله مو شرط يا ابو ناصر. مو شرط، يعني عارف ناس قاعد على السيف يحدق وخويه داش بالطراد. ها؟ يرجع له بالطراد ما صاد شيء، وهذا صايد شو اسمه واحد صارت وياي مره. نعم هذه عوها سنه من السنين لشته والشعم الازرق عوها اذا فيها 100 طراد شويه. ايه صح. ماكو واحد طارد في الثاني. احنا دشينا بينهم. خاصة عند الحوش. عند الحوش. دشينا بينهم. الناس تصيد واحنا ماكو شيء. ولا تلقى اللي قدامي يصيد واللي ورا ما عنده شيء. لا لا وصايد شيء. الصيد هذا رزقه يعني رزقه. ايه؟ ما في شطاره او ان هذا كذا. لا والله رزقه يعني. الحمد لله يعني. مثل عيالي الحين انا معلمهم. ايه؟ اطلع طلعات. يقعدون يصيدون سبيطيه وهم صغار. وانا طالع فيهم المعلم وما صدق شيء. اي سبحان الله. فيعني اللي يظنون ان الواحد مثل ما قلت يعني بس طالع دش في طراد. ايه؟ انه يعني صاد. ايه؟ صاد. لا مو شرط. لا لا مو شرط. هي ما هي بلا مايات. سوالف البحر كثيرة وسوالف كثيرة. اي والله. والناس اعطتنا بعض المعلومات الطيبة هذه. معنا لو تسعفني الذاكرة شوية. ان شاء الله. شلون؟ اقول لو تسعفني الذاكرة شوية بس. اي بس الذكرى شوية. لكن ان شاء الله مرات جاية تحضرنا شيء ان شاء الله. الله يكرمك. ان شاء الله. الله يكرمك. مشكور ما قصرت. عزيز. يعطيك العافية. الله يسلمك. هذا ان شاء الله يكون اسمك ضاربه على ابو سعود. ما فيها شيء؟ هذه ما فيها شيء. احنا من اليوم نمطر ما بين نابر، بس الحين يمكن بدا يتحرك. شوف الثانيه الخط مرتخي. بس او يمكن عشان ماشي البلد. نفس الشيء ها؟
سحبه الطواريد بعد ترى بتاثر. يمكن ايه تحرك الخيط. خلني اشوف صوفي انا. كلن واتف يا ابو سعود اشوفه. ايه الى الحين ما بلشت ال... ايه ايه بعدين الماية الى الحين ما ارتفعت بعدها بعد توها. يا انا قلتك على 11 وقفتها. اي لا لا بعد بعد يبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الآن ما بين شيء يعني نويت في ياكل ونجيب. الماية توها مو مرتفعة، إن شاء الله إذا ارتفعت أكثر ويكون نصيبنا اليوم إنه داش سمك بالخور الله إن شاء الله يجينا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخيرا ضربت سمكة قوية على أبو سعود لدرجة طيحت السنارة. موجودة؟ راحت؟ افا والله ان كنها ضربة مزيزي. اي والله طيحت السنارة. راح والله انها طيحت السنارة. سبحان الله. سبحان الله ما الله قسم. هي انت مو ضاربها عدل السنارة؟ لا مكسورة طيح. انكسرت؟ انكسرت اي. انا اشوفها من قوة الضربة. شوف شوف يا جماعة صورة شوف صورة. شوف الحديد شلون انكسرت من قوة ضربة السنارة اللي ضربت السمكة اللي ضربت السنارة. سبحان الله ما الله قاسم الله يحفظك خير يا ابو سعود. يلا بسيطة الحمد لله على كل حال. سبحان الله. هذه ضربات تالي الليل ساعات ضربة سبيطي ضربة كذا واقربها سبيطي. يعني شنو هذا اللي يكسر الحديدة؟ انت مو فاتح الماكينة؟ بلى مفتوحة الماكينة. ضربة أنا قمشت من قوة الضربة. يلا ما الله قاسم إن شاء الله الله يحفظك إن شاء الله. الحمد لله. شو تتوقع شنو اللي كسرت ماكينة مفتوحة وايد. شلون؟ ماكينة مفتوحة. سبحان الله. ما طول يعني بس كسرها. ثبتها. لا ثاني مره يبي لك عندك مطرقه انت ولا بس كذي تطقها؟ لا مطرقه من ساعه وما نزلت. لا يبي لك مطرقه طق طق يبي لك طق. لكن ما الله قاسم يعني بالنهايه هي قسمه. اكيد الحمد لله على كل حال. يلا الله يعوض خير ان شاء الله. غيره ما عليه.
الحمد لله واستانسنا. الحين الحديدة إذا جيت تضربها شلون تضربها؟ تضربها من الزايدة؟ لا لا من فوق. فوق إيه؟ زايدة عم قوي خفيفة. والله أنا أنصحك هذا الحداية. إيه. كانت عندي لمدتني هذا فرجعت شنو؟ صيخ حد ثاني. لا هي الحين المشكلة إيه؟ خلها هي كثقل هي تأثر. بس هذه الضربة إيه؟ هو مو قاضب. هو قاضبها براطمه ورايح مو بالعها. لا حظها اول الشفه. اي ما دبلت الا كان في طرف الشفه. اي لكن لو ضاق داخل الشفه ايه؟ ما ينفرش. شوف الحين لما سحبتها انا قعدت على السناره سحبتها عاضيه هدا وراح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ابو سعود راح يتكلم يعني رده فعل على الموضوع اللي صار. وهذه تصير الحداقه يعني انه يضرب شيء قوي او يفلت وكذا. ايش كان رده فعلك في الموضوع هذا؟ السلام عليكم ورحمه الله، مساكم الله بخير وصباحكم الله بالخير. كلم في وقته. الحقيقه لو صاير اول الليل فين هالشيء هذا قلنا ما عليه ويمكن يقعد الفجر صح، لكن صار على وقت الثروه 12 ونص تقريبا. انا مستنكر، توقعنا انا ماكو شيء ولا توقعنا اصلا بالوقت هذا بهالجو. جو رطب. ايه انت اللي لاحظت السناره طاحت يعني الضربه ما هي شويه. لا والله مش شويه، وحتى القاعده السناره انكسرت بالضربه مع الاسف يعني، لكن الحمد لله جايات ان شاء الله افضل. ان شاء الله الله يجيبها ان شاء الله. امين امين ان شاء الله ان شاء الله. هذه الاحداث يعني تصير كل طلعات الحداد يعني، ما هي باول مره معي ولا هي اول مره معك. هي فلت سبيطي عندي يجيبه يجيبه لجا عنده فلت. سبحان الله تصير. يلا الله كاتب ما الله كاتب ما عليه. جايات ان شاء الله. الحين لك شفنا قاعد وياك وناصر هذه ولا الهدف ما هي السبيشل. السبيشل الحمد لله كان سبقه موجود. هالقعده هالطيبه هذه لو انها رطبه بس والانسان الطيب هالخلوق ابو ناصر بس هذا اهم شيء. الله يحفظك. الحمد لله عليك ان شاء الله تلاقى على خير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلص حداقنا مثل ما شفتوا حداق اليوم. انا ادري انها رطوبه بس انا ما توقعت هالشكل يعني. توني قال لي الحين هالغبس يقول الدرجة هاليومين توصل 100% على الأسياب. فدرجة يعني حرارة حسب الجسم يحتر رطوبة قوية لدرجة أني بساعة يعني حسيت حرارة فوحت يعني الحرارة. رحت على طول سيارة ما قدرت أتحمل، شغلت المكيف وقعدت أتبرد 10 دقائق المكيف يضرب علي علشان تنزل الحرارة. فما ساعد. إحنا مستأنسين السوالف وكل شيء لكن الجو شوية ما ساعدنا حتى يعني شوي في الحداق مثل ما شفتوا. إلا الضربة الأخيرة اللي ما الله قسم فيها ضربة كانت قوية. كان أبو سعود يسولف وياي وظهرها على السنارة ما يشوفها، لكن أنا اللي شفته شيء. وهذه يعني إذا ماني غلطان فهو ضربة سبيطي قوية. يعني أعرف لو ضلعت مرت فوق بينت، لكن هذا الضرب على طول راح جنب بس فلت. أكيد المدار كان طرف الشفة ما دش فيها وبلع يعني ماسك بالشفة. لو ماسك بالشفة ما يفلت منها. لكن الأمور هذه قسمة نصيب دائم تصير. كم مرة يضرب علي نصبيط ويفلت. فهذه أمور مقدرة وإن شاء الله الله يعوض خير في الطلعات الجاية. ننطر يتحسن الجو عشان تحلى القعدة والصيد والوناسة إن شاء الله. ونقول لكم إن شاء الله في رحلة جاية بإذن الله. والسلام عليكم. توكلنا على الله. طلعنا الحين حقيقة الجو رطب شيء فعلا فعلا يعني عافية علينا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم
الله الرحمن الرحيم. احنا راجعين البيت، مشوار قدامنا حوالي ساعة. الحقيقة الليلة شوي تعبنا الرطوبة، يعني ما توقعتها. يعني امس انا طالع، امس طالع كان في رطوبة بس من الدرجة، لكن عادي رطوبة متعبة شيء غريب. يعني احنا انعرفنا قبل الاجواء، تعودنا عليه ان شهر سبعة سموم، هواء جاف سموم، شهر ثمانية تجر رطوبة. من يدرك السهيل اول تسعة خلاص يهب البرد، تغير تصير الاجواء فيها برودة بالليل. اللي حاصل سبحان الله ان شهر سبعة صار في رطوبة، واستمر شهر ثمانية، واليوم حنا سبعة تسعة. الأسبوع الأول من بعد ما يعني دلك سهيل والرطوبة 100%. أنا توني قاعد أقرأ الغبس مال الأرصاد، يقول إن اليومين قد توصل نسبة الرطوبة 100% على المناطق الساحلية، والرؤية يعني صعبة. ففعلا في تغير بالزمان، تغير الطقس، نشوفه في الخليج، نشوفه في السعودية، في الإمارات، نشوفه للسيول والأمطار الغزيرة. يعني أوروبا صار فيها حرارة، حتى يعني من أقاربنا بعضهم راحوا تركيا يقولون في حر، نشعر شوي بحر، شمس حامية نشعر. الدنيا قاعد تغير سبحان الله، قاعد تغير. ما نقول نسأل الله السلامة، وأن نقول ما نتفائل إلا بالخير، هذا نقول لا نتفائل إلا بالخير. والحمد لله الواحد حتى يعني أنا حاط ببالي أنا ممكن بكرة أرجع يعني الحداق حدق ليلة فاضية اليومين، لكن اللي شفته اليوم من الرطوبة لا نجل، نخليها بعد يوم يومين ثلاث لما نحس بالبراد. الحين واحد يستحق انه يطلع يحدق ويستانس يقعد البراد مرتاح. اليوم انا ماني قادر اتحمل صراحة، السيارة شغل مكيف وابي البراد يجيني ينزل حرارتي، هذا لا في شوي عذاب. لكن يبقى خيارنا جو، لكن جو رطب فعلا، والحمد لله على كل حال. وهلا احنا رادين، ونشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.